تعد الرياضة جزءا أساسيا من يوميات الفرد العسكري لخلق النشاط والحيوية، ووسيلة لتحضير المقاتل وتحسين الجانب البدني لمواجهة المهام الصعبة وتحمل كل أنواع المقاومة والسرعة في تنفيذ الأعمال القتالية والتفوق على جميع الصعاب. لذا يأتي تنظيم مثل هذه السباقات لاختبار القدرات البدنية لأفراد وحداتنا العسكرية ومعرفة مدى الاستعداد الجسماني والبدني الذي وصل إليه الفرد العسكري. وعلى هذا الأساس سخرت قيادة الناحية العسكرية الرابعة كل الوسائل المادية والمعنوية لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية، ولن تدخر أي جهد في سبيل دعم وتطوير جميع الرياضات العسكرية.